اصحى يا كيلو، اصحى النهارده يوم اجازتك. اجازه اجازه اجازه. انا كيلو عندي 10 سنين. يوم الاجازه ده بالنسبه لي يوم مهم جدا ليا. بقوم بدري الصبح، بلعب شويه رياضه، ده حتى باين على جسمي. ولا انتوا شايفين ايه؟ الأهم بقى من ده كله إن أنا بحب التصوير، وخصوصاً التصوير السيلفي. مش بس كده، أنا بتعلمه عن طريق الإنترنت وباخد معلومات عنه مهمة تفيدني، وعشان كده اختاروني في قناة كوجي عشان البرنامج ده. أنا في يوم أجازتي بحب أدور على كنيسة أو دير أروح وأتصور فيه. مش بس كده، وكمان آخد فيه أحلى سيلفي. لا بجد شكلي كده هتأخر. مستنيين ايه؟ وانتوا جايين معايا، يلا بسرعة. اهلا بيكم يا صحابي في حلقه جديده وسلف جديد. الحلقه اللي فاتت ابتدينا رحله لدير الانبا بولا اول السواح في البحر الاحمر. النهارده احنا بنكمل رحلتنا في الدير الجميل ده. في حلقه النهارده عندنا حاجات كتيره قوي هنشوفها، ونعرف اكتر عن حياه الرهبان، ازاي كانوا عايشين في الجبل، ازاي بيحموا نفسهم. تعالوا معايا عشان نعرف سوا. النهارده يا اصحابي انا عايز اخدكم لاول مكان في الدير. فاكرين الحلقه اللي فاتت لما قلنا ان السور ده قديم جدا جدا؟ بس الغريبه ان اول باب اتفتح هنا في الدير كان من حوالي 90 سنة. دي حاجه غريبه جدا، تعالوا ندخل ونعرف ازاي. احنا دلوقتي طالعين نشوف حاجه اسمها الرفع، وبالقبطي اسمها الفاتوي. تعالوا يا اصحابي نروح نشوفها. Thank you.
صابونه. اهلا يا كيرو. اهلا يا حبيبي. اهلا يا كيرو. اهلا منورني. اهلا بيك يا حبيبي. ميرسي يا قط صابونه. تعيش يا حبيبي. قطك عامل ايه؟ انا كويس، انا كويس طول ما انت كويس يا حبيبي. صابونه انا كان عندي سؤال. انا عرفت ان اول بيبي اتفتح كان من حوالي 90 سنه. 1931 بالظبط يا كيرو. والسور كان اقدم منه. ازاي كان في ناس تقدر تدخل ومفيش بيبان والسور عالي قوي؟ هشرح لك يا حبيبي الموضوع. اولا السور بتاع الدير يا كيرو ارتفاعه من الارض 10 متر، عرضه مترين. السور بتاع الدير ده اللي هو بيحوط الدير الاثري كله اللي مساحته حوالي 5 فدان. السور ده بناها الامبراطور جوستينيان في سنه 580، يعني في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي يا كيرو. لما انت كده بتقول يا حبيبي ما كانش فيه فتحات في السور او ما كانش فيه ابواب. ليه ما كانش فيه ابواب؟ لان كانت بتحصل هجمات من البدو اللي هم عايشين في المكان ده في الصحراء دي، يهجموا على الدير، ممكن يقتلوا الرهبان اللي فيه وياخدوا الاكل والشرب اللي موجود فيه، واحيانا كانوا بيعسكروا او بيعيشوا في المكان ده بعد ما يقتلوا الرهبان كلها. الكلام ده حصل يا كيرو 3 مرات في الازمنه اللي فاتت دي كلها. الرهبان عشان يعالجوا الموضوع ده عملوا ازاي؟ قالوا بلاش نفتح اي بوابات في السور خالص، فعملوا حاجه بدلا منها، المكان اللي احنا فيه ده اللي احنا بنسميه باللغه القبطيه الفاتولي ومعناه بالعربي الرفع. فكرته زي الاسانسير بالظبط يا كيرو. لما حد يجي الدير زاير للدير مثلا، كان حد من دير تاني او اي حد من زوار الدير يعني، بنعمل ازاي؟ نفتح الباب ده نرجعه لورا، وبعدين ننزل الحبل ده، البكرة دي تلف ترجع لورا، فننزل الحبل لغاية آخر خالص، وبعدين نخلي الزاير يمسك كويس ويتربط كويس في الحبل ده، ويحط رجليه من تحت خالص، ويجي حد من الأبهات الرهبان يدور الساقية دي فيرفع الحبل ده، فالأبونا اللي جاي يترفع لغاية هنا، روحوا نحن واخدينه ومدخلينه من هنا ويخش على الدير. فدي كانت عباره عن زي بوابه الدير بالظبط يا كيرو، واخد بالك يا حبيبي؟ زي فكره الاسانسير بالظبط، بس من غير كهرباء، من غير كابينه بتاعه الاسانسير. الابهات زمان كانوا يعملوها، وده موجود زيه بالظبط في دير الامبانتونيوس يا كيرو، واخد بالك يا حبيبي؟ دي كمان في نقطه ثانيه كانت يعني بنخدم فيها من جنب الفاتولي، حاجه اسمها المطعمه. ايه المطعمه دي؟ تعرف طبعا في انجيل متى في الاصحاح 25 بيقول ربنا يسوع: كنت جوعانا فاطعمتموني. فالرهبان يبقى عاوزين ياخدوا بركه اطعام اخوه الرب او المحتاجين، وفي نفس الوقت عارف مين المحتاجين دولت؟ من العرب البدو دول، لانه يعني رغم ان هم بيهجموا على الدير لكن احنا بيحتاجوا الاكل والشرب. فالرهبان يحبوا نعم، يعني هم كانوا عايزين اكل وشرب. لما يجوا لوحديهم كده عدد قليل يبقى عاوزين اكل وشرب من غير ما يهجموا يعني، فعشان خاطر الرهبان ما تتعاملش معاهم لالا يغدروا بيهم تاني ولا يهجموا على الرهبان تاني. فكانت الرهبان تعمل ازاي؟ تنزل حاجه زي الغربال كده مربوط بثلاث اطراف بالحبال زي الرفق، وينزل لغايه تحت، نحط لهم فيه الاكل والشرب، ياخدوا اللي على الغربال ده ولا المنخل ده، وروحنا نرفع الغربال تاني وهم ينصرفوا بسلام من غير ما ياذوا الدير. اتفضل او تسال فيه. يعني رغم كل ده، رغم ان هم كانوا بيهجموا على الدير يا حبيبي، ما احنا ما نقدرش نعامل حد باعماله، احنا اولا مسيحيين ورهبان، مش ربنا علمنا كده حبوا اعدائكم باركوا لعنيكم؟ احنا ما نقدرش نعامل حد، هو بيهجم وبيغدر، انا لو عملت زيه يبقى انا زيه، يبقى انا كده خالفت وصيه ربنا، واخد بالك يا حبيبي؟ فعاوز اقول لك ان الفاتولي او الرفع كان له وظيفتين او مهمتين: كبوابه، الاول كبوابه ندخل ونطلع الناس منها، والنقطه الثانيه الاكل. او تسال في ايه تاني؟ اتفضل. لا بس كده يا سابونه، بس حلوه قوي فكره الرفعه دي. ما هو انت عارف دي يا كيرو كانت قمه التكنولوجيا زمان، يعني كانت يعني اخر حاجه اخترعوها يعني، وممتازه بتادي الغرض. انت زرت قبل كده الحصن يا كيرو؟ الحصن بتاع الدير زرته؟ لا. هبقى ازوره لك واشرح لك. الحصن برضو بناه الامبراطور جوستينيان في القرن السادس الميلادي، والحصن حبيبي متكون من 4 طوابق او 4 ادوار. في الدور الرابع منه البابا يؤنس الـ16 من عدد بطريقه الكرازه المرقسيه، اللي هو البابا في ذلك الوقت. أيوه. بنى الكنيسه على اسم العذراء. في نقطه مهمه عاوز اقول لك عليها يا كيرو، كل الحصون اللي موجوده في الاديوره الكنيسة اللي فيها على اسم الملك مخايب، يعني ما عدا الحصن بتاعنا احنا، الكنيسة بتاعت الحصن باسم العذراء ماريا. يعني كل حصن في كل الأديرة؟ في وادي النطرون، أمبابشوي، السوريان، كل ملك مخايل، الحصن بتاع الدير ملك مخايل، احنا عندنا كنيسة باسم الملك مخايب. فبالتالي خلينا العذراء هي الحصن المانية بتاع الدير كله، اللي هي تحمي عن الدير كله حبيبي. ميرسي يا قد صابونة، معلش تعبت قدسك معايا.
انا مبسوط قوي عشان انا عرفت خلاص الرفعه دي، وعرفت كمان ازاي كانوا بينزلوا اكل وبيطلعوا الرهبان من غير بيبان. بس يا اتسامونا ربنا يبارك في حياتك يا حبيبي، مع الف سلامه يا حبيبي. بس يا اتسامونا خدنا بركه. ده انا اللي خدت بركه يا حبيبي. احنا دلوقتي يا صحابي في طريقنا للحصن، وده مبنى اتبنى برضو لحماية الرهبان، والحصن ده برضو ما كانش فيه ابواب. تعالوا نشوف يا صحابي جوائي. احنا دلوقتي طلعنا على السلم اللي منه بنقدر نوصل للجسر الخشب ده، والجسر الخشب هو وسيلة الوحيدة للدخول للحصن عشان ما فيهوش ابواب زي ما قلنا. الرهبان زمان كانوا بيدخلوا الحصن ويشدوا الجسر، وبكده محدش يقدر يوصل له. باب الحصن الصغير وواطي قوي. احنا دلوقتي جوه الحصن، اول ما بندخل هنشوف كنيسة جديدة صغيرة على اسم الملاك رفائيل. تعالوا نشوفها بسرعة. في الدور الثالث بنشوف البقرة اللي بيلفوا بيها حبل عشان يشدوا الجسر. معلش يا صحابي وقت حلقتنا خلص، لكن رحلتنا لدير الأنبا بولا الكبير لسه مخلصتش. استنوني الحلقة الجاية عشان نكمل رحلتنا لدير الأنبا بولا. باي باي. انا مبسوط لاني شفت الحصن من جوه، شكله حلو قوي. تعالوا بقى ناخد واحده سيلفي معاه.